ايه في ايه؟ في ايه؟ ايه ده كله؟ افتح ايه؟ الواحد مالك يا نور؟ الواحد ما بقاش عارف ايه القنوات والحاجات الغريبة اللي موجودة على الدش دي الأيام دي. ده على أساس إنك عندك دش وريسيفر وتلفزيون مثلا؟ أنا مش عايز أحرجك. بقول لك إيه؟ أنا ولا بتحرج ولا بتكسف، اسمعني بس. أنا مرة ولا واحدة لقيت شخص بيتكلم كده وبيقول حاجات غريبة وبيغني حاجات غريبة، بيقول كلام كده مش مفهوم يا جدع. هي دي لا كونش لغة جديدة نزلت وانا معرفش. دي انا اعرفها ازاي؟ واسمك عارف وانت مش عارف؟ بقى ده احنا داخلين في حوار وموضوع طويل، ده الكلام هيكتر بقى. طب تعالى كده وانت وفهمني انت عايز تقول ايه. انت كده معايا؟ انا مش عايزك كده وما تدخلنيش بقى. هديت اهو. اسمعني بس يا جدع، انا مره واحده سمعت كده لغه لا هي انجليزي ولا حتى فرنساوي ولا حتى هي اسباني ولا حتى الماني، اقول لك على حاجه، ولا حتى يهودي اللغه دي. ده على اساس اني عايز تفهمك ان انت خبره في كل اللغات دي؟ لا، وعندك خبره كامله في النطق وحوار اي لغه، اي حد يقابلك كده تتحاور معاه عادي، ما انت عارف بقى كل اللغات. خليناش بقى اكلمك كمان، اقول لك كمان الاخطر بقى، الحب بقى هطلع إيه؟ لك بقى في الحب. انت واخد شهاده فخريه، دكتوراه فخريه في معرفه اللغات، وانا مش عايز اقول اكتر من كده. ربنا يخليك، ربنا يخليك. انت بتتريق عليا يا عارف صح؟ بتتريق عليا. طب ايه رايك بقى يا عارف، انا هاخدك من ايدك دي واوديك لحد الشخص ده واخليك تفسر اللغه اللي بيقولها دي. ده لو عرفت اصلا تفسر حاجه. لا ده انت جاي بقى تحرجني بقى. انت جاي تحرج عارف بقى. مش انت عارف؟ وريني بقى هتعرف ازاي. طب تعالى معايا ووريني ايه اللي شفته. يا ريت. تعالى اتفضل، تعالى يلا. تعالى انا اللي عارف، ده انا هوريك انت عارف ولا مش عارف. وريني انت يا نور. انا اطلع انا الاول مش ده. لا مش جاي تطلع. طب اجيب المفاتيح ولا حاجه؟ طب استنى يا ابني، اجيب المفاتيح. اجيب المفاتيح ولا ما اجيبش المفاتيح؟ المفاتيح فين المفاتيح؟